الطقس العرب في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسود الطقس غالبا صافي في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة مع 29 درجة مئوية الملموسة 28، والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة لمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا، طقس حار في كل من سكاكا وتبوك وعرعر. سكاكا تسجل 41 إلى 27، عرعر 42 إلى 36، أما تبوك 40 إلى 26. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة 41 إلى 29، المدينة المنورة 45 إلى 32، مكة المكرمة 45 إلى 34، والطائف 35 إلى 27. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 32 عفوا إلى 26، أبها 34 إلى 23، وجازان 35 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 45 إلى 32، حفر الباطن 46 إلى 30، الإحساء 46 إلى 31. المنطقة الوسطى حائل 42 إلى 23، بريدة 44 إلى 28، والرياض 43 إلى 30. إلى اللقاء.